بقوله اهو كلام واضح. اذا لم يحضر النادي الاهلي الجلسه القادمه ان شاء الله هنتفق عليه بقى في اسكندريه ان شاء الله عشان نروح نهني حتى شرفه ان شاء الله. تمام. اذا لم يحضر هذا الاجتماع ستسقط تضويته. كلام غير قابل للنقاش وده راي اللجنه كلها. ستسقط تضويته في ال 11 ولا في ال 11 طبعا في اثنين حد كوره وستسقط تضويته في اللجنه اللي تعمل الجائحه. انت مش على راسك ريشه. الراجل جاي من اسيوط واللي جاي من سويف واللي جاي من الجونه من اسكندريه واللي جاي من دمنهور واللي جاي من اسماعيليه واللي جاي من سموحه من اسكندريه. انت مش احسن من حد. انت ممكن تبقى احسن مني بتصرفاتك باخلاقك.